السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وبألف صحة وسلام. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صل على الحبيب يا جماعة الخير. كده النهاردة الفيديو بصوا فيه أخبار حلوة وأخبار مش كويسة خالص زي اللي انتوا شايفينها ديت، وهي دي الأخبار اللي مش كويسة. عايزة أقول لكم إن أنا لوحدهم كده التلات سمانات، أنا بقول يمكن غرقوا من السقاية اللي أنا عاملاها، لأن أنا مش جايبة سقاية ليهم، خدت اللي كانت عندهم وطلعتها فوق. والله ما أعرف السبب، أنا لقيتهم مرة واحدة كده التلاتة زي ما أنتوا شايفين كده، وكمان التلاتة الكبار، يعني لو تاخدوا بالكم التلاتة اللي هم بدأوا يريشوا، شايفين التلات سمانات الكبار اللي بدأوا يريشوا هم اللي لقيتهم ميتين كده. طب يا ندى البط دوت وإيه البط دوت؟ ده البط المسكوفي يا جماعة، الصافي مسكوفي صافي، النتاية والذكر مسكوفي صافي من اللي عندي. عايز اقول لكم ان انا من استعجالي اول ما لقيت بيضة نقرة كده، من استعجالي رحت مفتحة وموسعة زي ما انتوا شايفين كده. وللأسف البيضة لما بتنقر بتقعد يومين او تلاتة، المسكوفي بياخد وقت شوية عن البلدي، وده اللي انا معرفتوش غير لما وسعت كده ولقيت المنظر زي ما انتوا شايفين كده. اما وسعت طبعا السرة ما اكتملت، بصوا اما وسعت للأسف السرة ما اكتملتش اهي. المسكوفي مش زي البلدي، البلدي كان عندي اول ما ينور لما بوسع له كده بيبقى تمام وزي الفل والدنيا حلوة. اما المسكوفي بقى اللي اكتشفته ان هو لا، اول ما بينقر كده البيضة بيقعد يجي 3 4 ايام على ما يخرج، وده بعد ما وسعت لدول كده وخدت بالي، لاحظت في البيضة الثالثة اللي هي ديت كده لقيت المنظر ده، قلت طب ازاي كده البيضة مش مكتملة وبدأ ينقر، وازاي المفروض ان هو يخرج النهاردة بالليل يا اما بكرة الصبح. فاتضح ان المسكوفي البيضة بتاعته في الخرج ما بتبقاش زي البلدي، فللأسف ده كان خطأ مني انا. التلات بيضات بس لحقت نفسي في التلاتة التانيين بعد ما كنت وسعت حاجات بسيطة من الرابعة، وقفت بقى على كده مرضتش اوسع تاني، فقلت اخليهم وانا ورزق. ده كان المسكوف الصافي اللي كان هيخرجوا عندنا، الست بيضات الوحيدة اللي لحقناهم للأسف تلاتة منهم. بصوا يعني ده بص عشان برضو فتحنا، برضو شايفين السرة في صفارة لو تاخدوا بالكم مش باين قوي اهو، بصوا كده لسه ما اكتملتش. فللأسف ده كان خطأ مني انا، انا اللي وسعت وعملت العملة دي. بس بصوا يعني ايه، الواحد ما بيتعلمش ببلاش، الواحد ما بيتعلمش ببلاش، ده كان خطأ مني انا صراحة. اما السمان صراحة معرفش ايه السبب، انا بقول يمكن برد ولا حاجة، لان السمان في فترة التحضين لازم لمبة حمراء فوق دماغه كده، لازم تدفية شديدة ودرجة حرارة عالية للسمان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى على الحبيب يا جماعة الخير، وحطوا اللايك لو اول مرة تشوفوا قناتي. طبعا بعد ما شفنا المصيبة اللي تحت او الكارثه اللي تحت، والله بص يعني ايه، الحمد لله على قضاء ربنا، قدر الله ما شاء فعل. والله انا ما كنتش اصور معاكم، يعني انا قلت طب خلاص، بما ان انا متاكده ان انا هخش هلاقي الوزتين بتوعي كل واحده بيضه البيضه، يعني هلاقي بطين، ولقيتكم كده اللهم بارك، فرحته قوي قوي بالموسم بتاع الوز ان هو اشتغل عندي والوز بدا يبيض. فقلت لا والله حتى مش هحرمكم من الفرحه ديت، لان انتوا اخواتي في الله وبحبكم جدا جدا، قلت هعشي معاكم الطيور كده، وكمان هطمنكم على الفرختين اللي همين عشان نسيت اطمنكم عليهم امبارح. تعالوا بس هنخش نشوف الدنيا جوه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتعملي ايه؟ معلش بقى يا جماعه عشان الاضاءه. بسم الله الرحمن الرحيم، بس هما وزتين اللي عندي، وببص الناحية التانية على أساس إن أنا هلاقي تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده رزق النهاردة. وبصوا الموسم بتاع الوز عندي، يعني اللي حصل تحت في البط المسكوفي واللي حصل في السمان، مش هضحك عليكم أنا، أيوة زعلانة، بس فرحتي بالوز وبالوزيتين دول يعني الى حد ما بصوا يعني نسيتني، او مش نسيتني هي يعني فرحتني شوية، بدل ما انا احزن بقى واحط نفسيتي كده هتقول يا ندى على بطيتين مسكوفي، ربنا يكرمك والتانيين يخرجوا على خير. عايزة لكم والله ان البطية ديت
اول مره اشتغلت البط معظمه، البيض اللي كان فيه طبعا معظمه كان فاضي، والبعض التاني النص باص كده من الحر، لان كان اشتغلت عندي في الايام اللي هي كان فيها حر شديد قوي، بوظ بيض كتير عند معظم الناس. وتاني مره اللي هي المره دي اللي انا خدت منها بقى الست بيضات اللي فاضوا من تحت البطايه من ساعه ما الفار بقى كان بيخش يكسر في البيض وكده، دول الست بيضات اللي كانوا فاضلين منها من تاني مره. يعني اتنين راحوا وربنا يكرمنا في الاربعه الباقيين ويخرجوا على خير يا رب، ودي غلطه مني وان شاء الله مش هتتكرر تاني. بصوا حاجة أخيرة كمان عايزة أقول لكم، إن بصوا ده سر بقى أنا حاسة بيه، ويا رب يا رب تطلع توقعاتي مش في محلها. أنا حاسة إن الدكر المسكوفي بتاعي مريح اليومين دول، وإن البيض كله هيطلع فاضي. مش عارفة بقى ليه الإحساس دوت، هتقولوا ليه دايما بخش ألاقيه مريح كده، مش في المود، ما بيتنحنحش كده، ما بيعملش صوت الدكر اللي هو الطبيعي، وفي ريش جديد بيطلع كده. ف للأسف حاسة بالإحساس ده، بس يا رب يطلع الكلام الصحيح وإحساسي كاذب. فهتقولي يا ندى تبلعيه 7 فصوص من الثوم والفلفل الأسود 7 حبات والبرشام اللي هو الكالسيوم اللي وريتهولنا قبل كده. والله العظيم عملت كل ده يا جماعة، أنا لسه لحد امبارح مبلعة دكر الوز ومبلعة دكر البط المسكوفي بتاعي، كل واحد 7 فصوص من الفلفل الأسود و7 حبات فلفل أسود و7 فصوص من الثوم. وأعزكم الله الخلقة بتاعته بتحاول انت تطلعها كده، مكان ما بتفحصي الدكر بتاعك بتطلعه وبتفركها بنص فص توم كده، ده بيساعد على التخصيب وبيحمي الدكر اللي في الكسر وكده. فاحنا بنعمل اللي علينا، هناخد بقى البطين على الاربعة اللي تحت على بيض البطية المسكوفي لحد النهاردة، واحطهم مع بعض في قلب الفقاسة كده مع بعضهم كده، ربنا يكرمنا منهم واحنا ورزقنا بقى. والنتايه طبعا النتايه هي اللي هناك دي اول واحده، اللي باضت الاربعه منهم لله بقى اللي دبسوني فيها والدهاني. فيلا الحمد لله. والواحد بصوا ما بيتعلمش من قليل، ما بيتنزعش من قليل. هجيب بس العلف عشان اطمنكم على الفرختين، لان امبارح قلت لكم هطمنكم عليهم وللاسف نسيت. انا طبعا بعد ما وديت فرخه للدكتور اللهم صل وسلم وبارك، قال لي يا ام نور دي كوليستيريديا. قلت له طب انا جايبه لها مضاد حيوي، الكيس اللي انا كنت وريتهم لكم قبل كده. قال لي ليه ده مش للكوليستيريديا؟ قلت له لا انا ما قلتش للدكتور ان عنده كوليستيريديا، انا وديت لدكتور تاني صراحه للامانه. قلت له الحمام بتاعه معزكم والله اخضر كده وبرداني، راح اداني قال لي ده فعلا للبرد، بس انت دلوقتي المفروض ان هي تعبانه مش من البرد بس، هي عندها كوليستيريديا، فقال لي لازم تعالجي صح من الاول. قلت له انا كانت متخيلتي ان الكساح اللي جالهم من الاسهال ومن البرد اللي عندهم، فهو قال لي لا ده من الكوليستيريديا، ما تخافوش ما تخافوش خفيش. اداني ازازة الدواء دي اهي، اسيت سول مضاد للسلمونيا والكوليستيريديا، يعني الازازة دي تقريبا ب30 جنيه. بص انا احسبها زي الصيدلية البشرية، السعر مكتوب من ورا. هي ادانا دي ب30 جنيه، انا طبعا للامانة مش هضحك عليكم، وقال لي المفروض سنتي على اللتر. انا بص مش عارفه انا عملت حاجه كده، بس مش عارفه هي صح ولا لا، بس انا صراحه من خوفي عليهم انا جبت سرنجه واديت لكل واحده سنتي خام كده ببقها، سنتي كامل اديت لكل واحده سنتي، وكمان حطيت لهم في قلب الميه في قلب الطاجن حبه ميه قليلين مع سنتي كامل. والله واحده تقول لي المفروض تمشي بالتركيز والمفروض تمشي باللي الدكتور قال لك عليه، هقول لكم والله بصوا للرزق في حاجه هيشوفه، ومحدش يعمل زيي، محدش يعمل زيي. انا بقول لكم ان انا عملته ودي يعني المفروض ان انا ما اعملش كده، بس والله انا عملته حفاظا حتى من كتر قلقي عليهم. بقول للدكتور يعني يا دكتور في امل فيهم؟ في امل ان ربنا يكرمني منهم. الله اكبر الله اكبر، انا فرحانه قوي ان هي جت ناحيه الاكل وبتاكل.
في امل ان هم هيعيشوا، لان الفرختين دول الوحيده اللي فاضوا عندي من الفراخ اللهمان اللي هي البياضه، وانا فرحانه جدا جدا اليومين دول لان عندي ديك طالع من البيض بتاعهم، ديك لهمان وفرخه، او الديك مش عارفه فين. بصوا الفرخه ايه، الفرخه دي من نفس السلاله بتاعتهم، والديك اهو شايفين ما شاء الله، حتى سبحان الله شوفوا الديك في السلاله دي في العمر بتاعه، الديك بيبقى العرف بتاعه كبير قوي، حتى بصوا النتايات العرف بتاعها يعني بيبقى كبير قوي عكس الفراخ البلدي. انا مش عارفه، حاسه ان العرف بتاع دي كش ليه، مش عارفه المفروض يبقى زي ده. انتوا فرحتوني ان انتوا كلتوا يعني، بس ايه، رزقنا بقى رزقنا. بص يعني هي يعني شويه شويه بدات تقف على رجليها. عايزه اقول لكم ان انا مش هطول معاكم الفيديو عشان يلحق يحمل وينزل لكم في الميعاد، لان زي ما انتوا سامعين بيصلوا المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيض، انا بحب اخش عندكم عشان البيض بس، يعني انا بفرح قوي عشان البيض. يلا اقول لكم ان سلقنا بيضه من اللي فيها صفارين، شكلها عسل عسل قوي، شكلها تحفه. بص انا صورتها عشانكم والله، قلت لازم تشوفوها. بصوا شايفين شكلها حلو ازاي، ما شاء الله جميله، يعني تحس ان تناسق كده جميله، الواحد فرح بيها قوي. بطين وبطين، ودي دي تعالى عشان ما تقعيش. بسم الله الرحمن الرحيم. عاملين ايه؟ ياخدي سمالة كده، ياخدي سمالة. ربنا يبارك لي فيكم بقى، ربنا يبارك لي فيكم. حطيتش كتير، بصوا لان الحبه اللي معايا انا فرمت كتير علف في الكبه للسمان اللي تحت، بس للاسف بقى يلا ملناش نصيب فيهم، وندعي من ربنا ان احنا نقدر نحافظ على التانيين كده، وقدر الله ما شاء فعل. يعني بصوا اللي رزق في حاجه هيشوفه، والحمد لله. بصوا البطاية هتتجنن وعايزة تخش تاكل مع الكتاكيت. طب ما في الناحية التانية وكلي مع اخواتك. هتاخد بقى، هي خدت بالها ان في علف، خدت بالها ان في علف ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الراس طعمه بس كده عشان كله يقدر يقف. ان شاء الله يا جماعه المفاجاه الحلوه اللي انا قايله لكم عليها. بص انا ما بحبش اخبي عنكم حاجه كده، هي بطاريه والحمد لله، يعني يعتبر 90% تمام وزي الفل، وهتشوفوها ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي. هنحطها بقى وهنوسع على البط بتاعنا وهنوسع على الكتاكيت بتاعنا عشان ربنا يكرمنا منهم كده. عارفه ان انتوا جعانين، عارفه ان انتوا جعانين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله
بيزقوا بعض، بيزقوا بعض في الطبق، بيتخانقوا على الطبق. هجيب لكم علافه واجيب سقايه ان شاء الله عشان الكتاكيت اللي تحت، مع ان خلاص على زي ما البطاريه تيجي. هي البطاريه ما فيهاش صراحه خط النوبل ولا الحاجات دي، انا يعني لو عايزه اعملها هعملها، فهشوف كده ان شاء الله حد مستلزمات ادوات زراعيه وللطيور وكده، هجيب خط النبل دوت واكمل البطاريه وربنا يكرمني. بس حين ذلك، لان صراحه على ما بلاقي الحاجه واجيبها بيعدي وقت كبير، فانا هستغل برضو الوقت دوت وهوسع على نفسي واوسع على الكتاكيت واحطها فيها باذن الله. هي في خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله ربنا يكرمنا بيها وهتكون جايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هقفل الباب عشان بصوا كل مطلع عندهم انسى، بس احط شويه العلف الباقيين دول، انسى اقفل الباب ده واطلع بره دقيقتين ثلاثه. كل مرة بنسى اقفل الباب عليهم واطلع بره دقيقتين ثلاثة، اجي اسمع صوت الفراخ بقى بتجري ورا الكتاكيت هنا وبيطيروا منها وبيطلعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. حبيبي انت خلص مية؟ يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي، تصدق مش واخدة بالي؟ طب الحمد لله ان انا خدت بالي، كنت هنزل واسيبكم كده. هجيب لهم مية على طول عشان اختم معاكم الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. تطمطم العطش وانا مش واخده بالي، كنت هنزل واسيبكم على كده. انا زعلانه قوي يا جماعه والله، على قد ما فرحتي بالبيض بتاع الوز، على قد ما انا زعلانه والله على السمان، لان زي ما قلت لكم ان انا مش هحط بيض سمان تاني لحد ما ربنا يكرمني من البرابر الجديده ديت وتشتغل عندي. فبصوا ده رزقنا وده اللي مكتوب لنا، فالحمد لله انا راضيه والله، الحمد لله انا راضيه بقليله. ربنا بس يكرمني في الموجودين وان شاء الله خير. يلا بشكركم جدا جدا على المشاهده، واشوفكم بكره في فيديو جديد وروتين جديد مع احلى حلويات واحلى جاتوهات واحلى متابعين. فضلا وليس امرا، ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى في الكومنتات. اشوفكم على خير، مع السلامه.